welcome you again in the second class of this course of Surveying 2. Yesterday we started talking about the area computation, and we said that areas in general are can be classified into two types according to the external shape: regular figures and irregular figures. Regular figures, as we said, are those which are bounded by straight lines or curved lines whose mathematical equation is known. يعني تتبع نظام رياضي معين. بينما irregular figures are those bounded by curved lines that do not have a known equation. خطوط متعرجة زي ما حكينا السنسلي اللي عملها سيدك وسيدي الصبرات الحبلي كان الناس يتبعوا الحدود الطبيعية الموجودة اللي تشكلت مع الزمن وحكينا انه في عنا طرق to measure areas of drawn figures whether being regular or irregular using small tool or a device called planimeter. We started talking about it yesterday and we'll see it in a minute. And there are methods to calculate the areas of regular figures, and there are methods to estimate the areas of irregular figures. We started talking about the planimeter. حكينا انه هذه هي صورة الجهاز بس صورة افضل من الف كلمة وبتهيألي افضل من الصورة هو انه نشوف ايش الجهاز نفسه وهذا هو الجهاز انظر للصورة وقارن باستثناء انه الصورة اكبر شوي مش هيك نفس الجهاز اذا يتكون من خمس مكونات اللي هي بول هول ارم ذراع تثبيت رولر وفيها عجل طلع اوكي هذه التريسنج بوينت هلا بنحكي عنها مره ثانيه هذا ذراع التخطيط تريسنج او الترسيم تريسنج ارم وطوله متغير بامكانك تحط الطول المناسب حسب اللي موجود في الجدول قلنا انه كل جهاز في ملحق معاه جدول وهذا هو الجدول اوكي طبعا الطول هذا اجى من الاشتقاق اللي احنا قررنا ما نعطيكم اياه لانه احنا كنا بهمنا نعرف نستخدم الجهاز اكثر من انه نعرف كيف المعادلات اجت اوكي وفي عندنا في النهايه هنا اللي هي التريسنج بوينت عباره عن عدسه فيها نقطه حمراء صغيره الهدف انه هاي النقطه بدها تمشي على وين على محيط الشكل اوكي اذا قلنا انه الشكل يجب ان يكون مرسوم مسبقا ومقاس رسمه ماله معلوم اوكي آلية عمل الجهاز تحديدا بتجيب المخطط تبعك بتثبته على الطاولة يفضل انك تحط المخطط على قطعة من الكرتون المقوى خلينا نقول بخمالة 4 مليمتر 5 مليمتر ليش؟ لأنه في عندي أنا هنا نقطة تثبيت شو بدك تسوي فيها هذه؟ بدك تغرزها منشان ممنوع الحركة أوكي؟ في عندك الروتيشن مسموحة بالشكل هذا بس الترانسليشن مش مسموحة طيب إذا أنا أحطها على الطاولة مباشرة مع كثرة الاستخدام شو بصير بسطح الطاولة؟ بيخرب من الدبوس هذا أوكي؟ احنا ما بنخرب سطح الطاولة فلو حطيت لك كرتوني من الكرتون المقوى بخمالة مقبولة وبعدين بتحط المخطط منها فوق وبعدين تبدأ في عملية القياس هلا كيف عملية القياس بتتم؟ بدك تحط الجهاز على مقربة من الشكل مناسبة كيف يعني مقربة مناسبة؟ طبعا الجهاز ممكن تحطه بالشكل هذا زي ما هو بالصورة وممكن تحطه هيك ما في عندنا مشكلة يعني وين هذا الذراع اتجاهه بيكون ما في عندي مشكلة بس المشكلة اني انا اقدر الف حول الشكل براحتي
كيف بدي الف حول الشكل براحتي. خلينا نحاول نرسم شكل صغير. هذا الشكل نجد مساحته، وهذا عندي الجهاز. اوكي، وهذه نقطة التثبيت. ببدأ من نقطة معينة، لو وضعت الجهاز يا ترى هنا في المكان هذا، هل في عندي مجال اني اقدر الف حول الشكل؟ اذا يجب ان يكون الجهاز قريب اللي يسمح لي اني الف حول الشكل بسهولة، صح؟ طيب خلينا نحاول نحط الشكل الجهاز هلا. بفضل لا، هذا الحكي عملناه في محاضرة عادية، بس بخاف انه الدبوس يخرب اللوح، علشان هيك خلينا نأشر تأشير. طيب هذا الجهاز وهي النقطة. فأنت بدك تبدأ تلف حول الشكل وترجع لنقطة البداية، وأنت عمالك تلف العجلة هاي شو بتعمل؟ تتحرك، وهذا العداد بيسجل كم دورة دار العجل. هلا حتى تعرف القراءة بإمكانك تاخذ الانيشال ريدنج والفاينل ريدنج تطرحهم من بعض، صح؟ أو تصفر. هاي التصفير، اكبس الكبسة هاي والتصفير. هسا لما نقرأ الحركة الكلية للعجل من العداد اللي هان، هذه الحركة الكلية تقرأ لأقرب واحد في الألف من الدورة، يعني هذا العجل والعداد اللي معاه بإمكانه يعطيك لحد واحد في الألف من الدورة. الواحد في الألف من الدورة يا شباب في لها اسم عندنا بيسموها فيرنير يونت، زي ما تقول واحد في الألف من المتر. شو بنسميه؟ مليمتر. واحد في الألف من المتر بنسميه مليمتر. واحد في الألف من الدورة بنسميه إيش؟ فيرنير يونت. فأنت شو اللي بدك تعمل؟ طلع علي، بدك تشوف شو مقياس الرسم تبع المخطط. بعد ما تثبت المخطط بدك تشوف شو مقياس الرسم تبع المخطط. من الجدول حق في الجهاز، وهذا الجدول في عندنا ثلاث أعمدة رئيسية. عندك مقياس الرسم، بدك تشوف شو مقياس الرسم الموجود عندك، تشوف شو الذراع المناسب لطول ذراع التخطيط اللي هو هنا، وهذا زي ما كنا بإمكانك تتحكم فيه، تحط الطول المناسب وبعدين إيش؟ تثبت. احنا في عندنا مشكلة هذه في الجهاز، ما بعرف مشكلة قديمة مش مشكلة، بس هو بتثبت. اوكي، وبعدين بتبدأ العمل زي ما شرحنا قبل شوي، بتحدد لك نقطة على المحيط تبدأ منها، بتصفر وبعدين بتدور دورة كاملة حول الشكل، وبتشوف قديش القراءة الكلية in terms of vernier units. افرض انه طلع عندنا 2132 فيرنير يونتس. هلا العمود هذا شو بيعطيك؟ بيعطيك كل فيرنير يونت قديش بتعادل على الارض المتر سكوير، المتر المربع. فيفرض انه كان عندنا كل فيرنير يونت بتعادل 2 متر مربع، قديش بتكون المساحه الكليه؟ حاصل ضرب الرقمين. عندي 2132، 2 في 2 4، 2 في 3 6، 2 4. فبتكون المساحة الكلية 4264 متر مربع. ايزي، مبدأ العمل سهل لا؟ إذا بدك تزيد الدقة شو بإمكانك تعمل؟ بدل ما نلف مرة واحدة حول الشكل زي المسافة لما كنا نقيسها مثلا 5 مرات وناخذ الافريج، لف 3 مرات حول الشكل وبعدين نقسم القراءة الكلية على 3، فبتزيد الدقة عندك، صح؟ لا كدقة لا، لأنه هذا كلياته مبرمج من خلال الجدول. اوكي، كلياته ماخوذ بعين الاعتبار، ماخوذ حسب الدي، يعني كل هذا يتبع الاشتقاق اللي احنا عفناكم منه، بس لا
بس مقياس الرسم هلا نتعامل مع شغله ثانيه في مقياس الرسم، انه هذا الجدول مش كل مقاييس الرسم موجوده فيه، مش كونتينيوس. اوكي، يعني في مثلا 1 ل 100، 1 ل 200، 1 ل 250، 1 ل 500. طب افرض عندي مخطط مرسوم مقياس الرسم 1 ل 400، شو اعمل فيه؟ اوكي، نفترض هذول الشكلين قد بعض، واحد مرسوم مقياس رسم 1 ل 250 وواحد مرسوم مقياس رسم 1 ل 500، 12 سم ب 10 سم على الورق، مين منهم بيمثل مساحة أكبر على أرض الواقع؟ لأن هذا طول الضلع 10 في 500 على الأرض، هذا 10 في 250. أوكي؟ كيف هذا الحكي ممكن يفيدنا؟ افرض إن أنا عندي مخطط مرسوم بمقياس رسم 1 ل 400، مش موجود في الجدول، شو ممكن اعمل؟ انتبه علي، بدنا نشتغل نسبة تناسب. بنغمض عيوننا عن مقياس الرسم هذا وبنختار اقرب مقياس رسم قريب منه. مين اقرب مقياس رسم؟ 1 ل 500. فهذا الشكل اللي مرسوم مقياس رسم 1 ل 400 بدنا نفترض انه مرسوم بمقياس رسم 1 ل 500، فبنختار طول الذراع المناسب ل 1 ل 500 وبنشتغل عليه وبنطلع بمساحة. هذه المساحة فولس ولا ترو؟ فولس، لان انا استخدمت مقياس رسم فولس. اذا اس فولس اللي انا اخترته بيساوي 1 لايش ل 500. واحد ل 500. استترو شو بتساوي؟ 1 ل 400. هلا لما انا فرضت انه المساحة 1 ل 500، المساحة اللي طلعت معي اكبر ولا اقل من المساحة الصحيحة؟ اكبر. اذا لازم اضربها بفاكتور اقل من 1 حتى انه تتصحح المساحه. شو هو الفاكتور هذا؟ A true اللي انا بدور عليها بتساوي A false في S false على S true الكل تربيع، لان انا بتعامل مع مساحه. تذكروا في مساحه الجنزير لما كان عندنا خطا في طول الشريط وكنا نصلح المساحه، كنا نضرب في L A على L نوع تربيع، صح؟ نفس الشيء. نحاول نشوف هذا الحكي بيزبط معنا هام ولا لا. احنا كلنا هنا بدنا نضرب فاكتور اقل من 1، خلينا نشوف الفاكتور بيطلع معنا اقل من 1 ولا لا. ويساوي A فولز في S فولز اللي هو 1 ل 500 على S ترو اللي هو ايش؟ 1 ل 400 كل تربيع. هذا شو بيطلع لجوا ال 400 500 تربيع، 4 خماس 8 في 10 تربيع اللي هي 0.64، صح؟ هذا بيطلع 0.64. وبالطريقه هذه بنعالج مقاييس الرسم غير الموجوده في الجدول. اي استفسار شباب؟ اوكي، خلينا نشير لشغله ثانيه اللي هي احنا حكينا عن فيجر صغير
حطينا الجهاز خارج الفيجر ووجدنا المساحة. طيب ماذا لو كان عندي الوضع التالي؟ ما اقدرش احط الجهاز بجنب الشكل والف حواليه، ما زبطش معي. احط الجهاز في اي حالة وين؟ انا في عندي طريقتين للعمل، اما هالشكل الكبير هذا، اما الشكل الكبير هذا بجزئه لاجزاء اصغر وبوجد مساحة كل جزء على حدة وبجمعهم، وهذه طريقة يعني تخيليش انه ذكية. والطريقة الافضل هي ان نحط الجهاز وين؟ جوا الشكل. في هاي الحالة لاحظ لما كنا نحط الجهاز برا الشكل، هذا الذراع، هذا الذراع كيف كان يتحرك؟ كان يتحرك في دينا، مره يروح لغاد، مره يرجع لهيك، بس هل عمل لي دائره كامله؟ ما عمل ليش دائره كامله. في هاي الحاله انا لما بلف حول الشكل من هام الذراع اللي هو البول ارم، ذراع التثبيت، شو راح يعمل؟ راح يعطيني دوره كامله. في هاي الحاله لو حسبت المساحه بالطريقه اللي حكيناها قبل شويه، راح تكون المساحه المحسوبه هي هاي المنطقه، وهي المنطقة مستثنى، هاي بنسميها دائرة التصحيح. حتى نظبط المساحة لازم ايش؟ نجمع مساحة الدائرة هذه. يعني بس للعلم نادرا ما يمر معنا حالة زي هيك. كيف؟ تقريبا تقريبا، هو في الاشتقاق ببين، في بيختلف شوية صغيرة ماشي، بس تقريبا اللي هو نصف قطر الذراع التثبيت، نعم، أو طول ذراع التثبيت. حتى يخففوا علينا، انتوا بتعرفوا دور التكنولوجيا انه تحاول قدر الامكان تحل لنا ايش؟ المشاكل القائمه. ومشكلتين حكينا عنهم هلا، المشكله انه تستخدم الجهاز من برا الشكل او من ايش؟ من داخل الشكل. والمشكله الثانيه انه مقياس الرسم اللي انت بتشتغل عليه قد لا يكون موجود في ايش؟ الجدول. لهذا السبب طوروا لنا الديجيتال بلانيميتر اللي كنا نحكي عنه هلا، المانيوال بولر بلانيميتر، هلا طوروا لنا الديجيتال بلانيميتر اللي هو يتكون من ثلاث مكونات رئيسيه. هذا الديجيتال بلانيميتر حل لنا المشكلتين هذول وصار يشتغل على كونتينيوس سكيل. ما عليك لانه تدخل مقياس الرسم اللي موجود عندك، ان شاء الله بيكون مقياس الرسم 313.3، 1 ل 313.3، بس بتدخل له 313.3، خلص بيشتغل عليه. وبيشتغل على اي وحدات بدك اياها، بدك بالهكتار، فوت المربع، متر المربع، بالدنم، بتدخله اليونت، وسواء كان الشكل صغير او كبير، ما عليك لانه تبدا من نقطه وتلف حول المحيط وترجع للنقطة، نقطة البداية، وتقول له اند وبعطيك المساحة جاهزة. You don't have to multiply anything. ما فيش جدول، كله مخزن كمبيوتر. اوكي؟ وبعطيك المساحة جاهزة على الشاشة. الجهاز يتكون من ثلاث مكونات رئيسية، رولر. اوكي؟ هيهم عجلين. وهذا هو الجهاز. هاي الصورة اللي عندكم هي نفس الجهاز بالضبط. أنا أخذتها من المانيوال. اوكي، هذا الجهاز عبارة عن رولر، عجلة متحركة، كمبيوتر صغير مغذى في كل الشغلات اللي بتلزمنا، وهذا ذراع الترسيم مع نقطة الترسيم. فما عليك إذا كان عندنا هذا الشكل إلا إنك تبدأ من نقطة معينة وتتحرك حتى إنك ترجع لنقطة البداية، وزي ما كنا بغض النظر كان الشكل ريجولر أو إيريجولر، صغير أو كبير، هذا بيشتغل تحت كل الظروف. أي استفسار شباب؟ Any questions؟ طيب مرة ثانية، قلنا طرق لقياس وخلصنا، استخدام جهاز بلانيميتر، طرق
لقياس مساحة أي شكل. لو كان مربع بقدر أقيسه بالطريقة هاي ولا لا؟ بمشي على حدود المربع. غير منتظم بمشي على حدوده. إذا هو يصلح لقياس مساحة أي شكل طالما أنه مرسوم، بس ما بقدر أخذه على أرض الواقع وأروح ألف حول الأرض، هذا ما بزبط معنا. أوكي؟ ماذا عن الأشكال المنتظمة؟ طرق لقياس to measure، طرق to calculate areas of regular figures، and methods to estimate areas of irregular figures. خلينا نشوف طرق حساب مساحات الأشكال المنتظمة. استطلعت معظم الأشكال اللي ممكن تواجهنا على أرض الواقع بذات المساحة، وجدتها أنها تنحصر في الأشكال الموجودة عندنا على اللوح. أبسط شكل هندسي معروف اللي هو إيش؟ المثلث. وعلمونا في المدرسة أنه مساحة المثلث شو بتساوي؟ نص القاعدة في إيش؟ الارتفاع. هذه بي وهذه اتش. طيب لو كانت عندي هاي الزاوية سميها ألفا، مش راح تزبط معنا لأنه شكل صغير. لو كانت الزاوية ألفا معروفة، حاول ارسم شكل ثاني. ف اتش بتساوي شباب عندنا سي برضو معروف، ضلع ثاني سي شو بتساوي في هاي الحاله؟ او اتش سي ساين الفا. اذا اريا بتساوي نص، اي نفس المعادلة، ب في ايش؟ في اتش، اللي هي اتش بتساوي سي في ساين الفا. طيب لو كانت عندي الزاوية بيتا برضو معروفة هذه، وكان الضلع ايه معروف، برضو اتش بتساوي ايه في ساين ايش؟ بيتا. اذا برضو هذه ممكن كتابتها نص ب في ايه في ساين بيتا. يعني هذه المعادله اللي بدنا نترجمها بالكلام بنقول انه نص حاصل ضرب ضلعين متجاورين، لاحظ هنا بي وسي، بي وسي في ساين الزاويه المحصوره بينهم، هنا بي واي في ساين الزاويه محصوره بينهم. طب لو كانت عندي جاما هاي معروفه، مين بيقول لي شو بامكاني اكتب كمان؟ نص اي سي في ايش؟ ساين جاما، نفس الشيء. اذا يساوي نص اي سي في ساين جاما. كم طريقه صرنا ماخذين هيك لحساب مساحه المثلث؟ طريقتين، نص القاعده بالارتفاع او نص حاصل ضرب ضلعين متجاورين في ساين الزاوية المحصورة بينهم. طريقة ثالثة، في مثلث معروف فيه الأضلاع الثلاثة A B C على ما اعتقد في المختبر المساحة مساحة واحد، تعلمت قاعدة نصف المحيط. نصف المحيط S بتساوي A زائد B زائد C على 2، ومنها المساحة A بتساوي الجذر التربيعي لS
اس ناقص اي اس ناقص بي في اس ناقص سي. إذن هاي ثلاث طرق. لسه في عندنا طريقة رابعة. لو كانت عندي إحداثيات النقاط A و B و C معروفة، السكشن القادم اللي ممكن ما نلحق كل يوم، يعني ممكن المرة الجاي هنشوف كيف من خلال الإحداثيات راح نستطيع أن نحسب مساحة المثلث. مربع مساحته إيش؟ A تربيع. مستطيل أطوال أضلاعه A و B، A في B. شبه المنحرف عند ضلعين متوازيين يفصلهم بعد H، والمساحة A للترابيزويد شو بتساوي؟ A زائد B على 2 في H في H. اوكي، بدنا نفرق ما بين ريجولار بوليجون و ريجولار فيجر. ريجولار فيجر حكينا شكل محاط بخطوط مستقيمة أو متعرجة، علاقة الرياضية معلومة زي ضوء دائرة. ريجولار بوليجون، بوليجون معناته لازم يكون محاط بإيش؟ بأضلاع، ما في خطوط منحنية، ولكن تخضع لشرط انه الاضلاع متساويه والزوايا متساويه. هذا بنسميه ريجولار بوليجون. اوكي، اذا قد يكون عندك مثلث متساوي الاضلاع، مربع، شكل خماسي منتظم، شكل سداسي، سباعي، وهلم جرا. فاذا مثلث متساوي الاضلاع هو ريجولار بوليجون، صح ولا لا؟ المربع صح، والمعين لا مش صح. المعين الاضلاع متساوي ولكن الزوايا غير متساوي. It's not a regular polygon. واضح؟ مساحة regular polygon بتساوي ربع ان اي تربيع كوتان 180 على ان. حفظها سهل واشتقاقها سهل. هلا بعطيك هنت كيف تشتقها، موجود في الكتاب عندك انه proof the above formula. المهم ان هي عدد الاضلاع او عدد الزوايا ومتساويات، اي طول الضلع، طول الضلع، وكتان عارفين ايش هو. حتى نشوف صحة المعادلة هاي، شو رايكم نجربها على المربع؟ المربع لازم يعطيني ايش؟ اي تربيع. خلينا نجرب نشوف على المربع ربع ان قديش؟ اربعة في اي تربيع كوتان 180 على اربعة قديش؟ 45. كوتان 45 واحد، والأربعة من أربعة بتروح ضل عندي تربيع. صحيح. أنا إذا بدك تثبت المعادلة هذه، أنا بعطيك هند. هذه المعادلة بقدر أكتبها كالتالي، بساوي إن في إيش؟ في ربع أي تربيع كوتان 180 على إن. أنا بدي أكتبها بالشكل هذا. يعني لازم تكون n اللي هو عدد الاضلاع مضروب في ايش؟ شوف شو هذا شكل. خلينا نقول الى حد ما خماسي منتظم. لو اوجدنا نقطه المنتصف وصلنا بالاضلاع، كم مثلث منتج عندي؟
خمسة. إذن هذه خمسة في مساحة المثلث الواحد. إذن مساحة المثلث الواحد بدها تكون هو الموجود داخل الكوس أو الكوسين. فحاول أوجد، افترض أي شكل، أوجد نقطة المنتصف فيه اللي راح تكون السنترويد حسب مفاهيمنا في الستاتيكس، مزبوط؟ أه. وصل بالأطراف أو الزوايا، يطلع عندك عدد من المثلثات يساوي عدد الأضلاع، مساحة كل مثلث هو الموجود داخل الشكل. هل ممكن واحد يسألني يقول لي طب المثلث من هنا تجيب له مثلثات؟ برضو نفس الشيء، لو أوجدت نقطة الوسط ووصلت بيطلع عندنا كم مثلث؟ ثلاث مثلثات، مربع أربع مثلثات، وهل ما جرى. أوكي؟ فأنت إذا بدك تثبت العلاقة هذه ما عليك إلا أنه توجد مساحة مثلث واحد تضرب بيطلع عندك العلاقة هذه، يعني سهل أنك تثبتها. طبعا لانه احنا نحكي عن ريجولار بوليجون، تطلع المثلثات نفسها. اوكي، دائرة شغل مدرسي قد ايه؟ اي ار سكوير. اذا اريا للسيركل بتساوي باي، بدك تكتبها ار في ار، تحملوني شوي هلا نشوف ليش كتبت انا باي في ار في ار. طبعا هي بتساوي باي ار سكوير، بس عشان اوضح لكم ليش انا كتبتها بالشكل هذا. الرينج دائرتين جوا بعض، فاذا مساحة الدائرة الكبيرة ناقص مساحة الدائرة الصغيرة، اذا هذه مساحتها باي في ار 2 تربيع، هي المساحة او نصف القطر الاكبر، ناقص ار 1 تربيع. علشان ما اطول عليكم خليني اقفز للإليبس. إليبس شكل بيضاوي له كم نصف قطر؟ سيمي ميجر سيمي ماينر، A في B. مساحته بتساوي باي في A في B. ارجع للرياضيات، احنا مش بصدد، عشان هيك في يعني بري ريكويزيتس، لانه ما بقدرش نعيد كل شيء هنا. هلا السيركل هي حاله خاصه من الإليبس، لما بتكون A وB ماله؟ فبصير عندي باي في ار في ار في باي ار سكوير. شفتوا ليش كتبناها بالشكل هذا؟ اذا هذا هو الليبس. خلينا نشوف الثلاث اشكال اللي تبقت عندنا اللي هي سيكتور سيجمنت وبارابولا. دائرة وهذا سيكتور، سيكتور قطاع جزء من دائرة. الدائرة الكاملة بتعمل لي قديش؟ 360 درجة. هاي الزاوية دلتا، حسبوا تناسب المساحة الكاملة اللي هي باي ار سكوير بتقابل زاوية قديش مقدارها؟ 360 درجة. الدلتا بتقابل مساحة قديش مقدارها؟ مش متناسب، ما تحفظش. اوكي، اذا المساحة بتساوي دلتا اي للسيكتور بتساوي دلتا على 360 في ايش؟ في باي ار. واضح شباب؟ طيب ايش هو هذا؟ العاده
بالعربي شو بسموه؟ قطاع دائري؟ قطع دائري؟ قطع دائري. سيجمنت. واضح انه مساحة السيجمنت بتساوي مساحة السيكتور ناقص مساحة مين؟ المثلث. اوكي؟ طيب. اذا ايه السيجمنت بتساوي؟ قلنا مساحة السيكتور، مساحة السيكتور هلا قبل شوية قلنا دلتا على 360 باي ار سكوير ناقص مساحة ايش؟ المثلث. مساحة المثلث مع ان هذا ار وهذا ار، طلعين متجاورين وزاوية بينهم معروفة، اذا ناقص نص ار تربيع في ايش؟ ساين الدلتا. خرج ار تربيع 2 عامل مشترك، ار تربيع على 2 شو بضل عندنا؟ باي دلتا على 180 ناقص ساين دلتا. اوكي، والشكل الاخير اللي هو بارابولا، وبرضه تعلمنا من الرياضيات انه المساحه تحت بارابولا، افرض يكون كانت عندك القاعده بي والارتفاع في الوسط اتش، المساحه بتساوي ايش؟ ثلثين القاعدة بي في ايش؟ في الارتفاع. ايش استفسار شباب؟ اوكي، نوقف لعند هام وبنكمل معكم المرة القادمة ان شاء الله تعالى. لو كان عندي قطعة طارد، تتذكروا بشابتر 7 لما مسحنا باستخدام جهاز توتال ستيشن صار عندي احداثيات لزوايا الارض جميعها، فلو كان عندي قطعة ارض احداثيات زواياها معلومة، كيف اقدر احسب المساحة من الاحداثيات؟ نشوف الموضوع المرة القادمة ان شاء الله تعالى. يعطيكم العافية.